بصدد عملية الإسناد للوحدات الإنتاجية اللي غتستافد من المنطقة الصناعية الاقتصادية لولاد عزوز. هذه العملية هي كتخص الوحدات الإنتاجية اللي كتعمل في ظروف كتحفها المخاطر وظروف كتشكل خطر على العاملين بها وعلى الجوار ديالها. وزارة التجارة والصناعة عملت على وضع برنامج هو برنامج سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة. هذا البرنامج كيستهدف هذه الوحدات الإنتاجية من أجل المواكبة ومن أجل الدعم ديالهم وترحيلهم في ظروف جيدة لهذه المنطقة الصناعية. البرنامج سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة هو برنامج كيهدف بطبيعة الحال لدعم المواكبة، وهو كيتوفر على ثلاث محاور أساسية. المحاور الأساسية ثلاثة، اللي هو المحور الأول كيخص الدعم في السومة الكرائية اللي كيوصل 30% مثقف في 34,000 درهم، وهو كيخص هذه الوحدات لمدة سنتين للكراء. بالنسبة للمحور الثاني هو كيهم الدعم من أجل اقتناء المعدات الصناعية اللي غادي يحتاجوها هذه الشركات في الإنتاج ديالهم، وكيوصل الدعم 30% مثقف ل 34,000 درهم. بالنسبة للمحور الثالث هو كيخص الخبرة والدعم من أجل شروط ملائمة للصحة والسلامة داخل الوحدات الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنبارك لكم هذا النهار المبارك يوم الجمعة. اليوم تشرفنا بزيارة السيد الوالي ومجموعة ديال السادة العمال من الدار البيضاء لافتتاح هذا المشروع هذا اللي هو كان كيستهدف الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل في مجموعه من المناطق ديال الدار البيضاء. المهم انا من منطقه الرحمه، كاين مناطق اخرى ايضا جاو. بالتالي هذا المشروع هذا اللي تطرح كمقاربه اجتماعيه لوجود حلول للناس اللي خدامين في القطاع الغير المهيكل، والناس اللي ولات كما سمعنا ان مجموعه ديال الشركات وقعوا فيها مشاكل، المهم اخرها غرق ديال الناس في مدينه طنجة اللي شهد وفاه واحد العديد ديال العمال. بالتالي جات هذه المقاربه ديال وجود ايجاد حلول لهاد الناس هادو اللي خدامين في القطاع غير المهيكل باش حتى هما يخدموا في الضوء وفي النور وفي القانون وفي هذا. بالتالي جات هذه المبادره ديال الدوله وفيها دعم لهاد الناس هادو، اولا بهاد المشروع هذا اللي تقريبا راه 55 مليار اللي سمعنا شمل وصل لهذا المشروع هذا، وفيه معامل اللي المساحه ديالهم 200 متر بواحد السومه كرائيه محدده، وفيها واحد الدعم ديال 100,000 درهم يعني 10 المليون لهاد الناس هادو في الانطلاقه ديالهم. هذا مجمل المشروع. كاين اكراهات اخرين ومشاكل اخرين، ولكن ان شاء الله حنا يلاه بدينا يلاه جينا اليوم تواصلنا مع الناس. كاين امور اخرى تناقش في حينها وفي وقتها ان شاء الله بحول الله. هما اصلا حنا سجلنا هاد النقاط، سجلناهم عندهم في الناس اللي تواصلوا معنا في العملات، مساله ديال الترونسبور، مسألة ديال المرافق ديال الصحية هنا، المهم راه بداو كيبنيو فيهم كيصلحوهم. مسألة ديال المواكبة، لأن الإنسان باغي يكون خدام في لانفورميل ويدوز الفورميل ما كتجيش بضربات لازي بين عشية وضحاها، لأن كاين دي شارج، كاين دفاتر تحمل، كاين بزاف الأمور اللي خص الناس هادو يتكونوا فيها ويعرفوها. وهذه هي المتابعة المالية والقانونية، وهذه الأمور خصها مواكبة. إذا بالتالي مسألة تاخذ واحد وقيت إن شاء الله، وحنا باقيين في إطار التواصل مع الناس المسؤولين. في العموم هذا مشروع بروميتور كما كنقول دائما، واعد إن شاء الله وغينجح إن شاء الله إلا بقات إلا وأكيد إلا بقى هذا الحس التعاوني، لأنها مسألة بلادنا، مسألة اقتصاد، مسألة هذا يعني دعم الدولة للحرفيين مسألة أساسية جدا لإنجاح أي مشروع. ما يمكنش نتكلموا على أي حرفة ولا على هذا بغياب الدولة، لا يستحيل. فهمتي يعني وجود الدولة بالمسؤولين ديالها بالأطر ديالها بالمواكب ديالها أساسي في إنجاح هذا المشروع هذا.